ناسنا او ما بنحبوش، بس تقريبا ما مش حد في مصر بس ما بيتكلمش عليهم او عن اللي هم بيعملوه، ده حتى ما عتقوش قنوات التلفزيون، يعني قنوات التلفزيون ما سابتهمش، ده في قواضي اترفعت عليهم والدنيا عملت وحاجات نزلت، يعني الصراحه الموضوع اوفر. خدت بالك من كلمه اوفر دي؟ لا بهوأ منهم على الاخر. طبعا احنا عرفنا ان احمد حسن وزينب جابوا بنت، انا مش عارف اسم البنت ده الصراحه لسه، بس تقريبا هنسميه البنت دي زد، ماشي البنت زد. احمد حسن يسكت يعني عدى الموضوع كده عادي؟ ازاي ما يبقاش احمد حسن ما يتغسلش من جواه كده؟ لا قبل ما نتكلم في حته، قبل ما البنت دي تيجي اصلا شايف مراته تعبانه قدامه، مراته حامل تعبانه تعبانه مش عارفه تتحرك، اللي هو تعبانه خلاص هتولد، لا ماسك الكاميرا عامل ايه كويس، لا يعني عم اهبل عواطف ما لناش حاجه، يخش يصور مراته في العمليات، يعني شايف مراته انت يا ابني يا انت متاكد دماغك ازاي؟ عدينا كل ده قشطه، وانه خلاص هو متخلف والبنت جد، البنت لو كحت شاهد زد كحت اول كحه ليها، وشوفوا عملت لنا ايه البنت، يعني ده بيغيروا لها في الفيديو، انت متخيل بيغيروا البنتهم في الفيديو بيصوروها بيغيروا لها، طلعوا لها شاهد اول شاهد، شاهد اول مره اسمعها، شاهد اول كحه، شاهد اول عطسه، شاهد اول مش عارف ايه، شاهد اول طب انت ايه مش هتوريني او شاهد اول رضا؟ الناس حقها تشوف، مش فانز يا جدعان، فانز وحقنا نشوف برضه، ولا انتوا ايه رايك؟ ولا انت ايه رايك يا عم احمد؟ ولا انت بتتفرج على الفيديو؟ ولا انت نظامك؟ ولا ايه دنيتك؟ ولا انتوا ايه دنيتكم؟ ولا انتوا عايزين ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انا بصراحه بتتفرج على الفيديو، فانت فاهمني؟ قبل كمين وقعد انا فيه، خد مني الكيس وراح مخبيه، بساله راح قال انا مش لاقيه، قال انا جريت والحكومه وراه، راح اتجرى والكيس ده انا باه، ولقيت السيد شبه خباه. والسوشيال ميديا كلها مقلوبه، هي وبرامج التوك شو، كل الدنيا كل مصر مقلوبه، ان في قضيه مرفوعه من الاف الناس اللي بتتفرج عليهم انهم عاوزين ياخدوا البنت منهم. هو في حاجه بس حاجه، هو في الاول وفي الاخر اعتصام بقى ضدهم او معاهم في اللي هم بيعملوه، دي بنتهم، يعني انت لو ابوك بيضربك في الشارع، يعني ابوك لو بيضربك في الشارع خلاص هيرفعوا القضيه وياخدوه منه، يعني ياخدوك منه مثلا، يعني دي انا مش فاهم دماغ المصريين راحت لفين، ان هو انت تاخد بنت من ابوهم. انا مش بعيد هم بيعملوا اللي هم بيعملوه صح او غلط، بس انا بتكلم في حته هم حرين بنتهم، ماشي هم مش ده ممكن ما همش دهريين او هم بيعملوا كده، يعني مهما بيعملوا بيكسبوا من اليوتيوب ايه، بس مش لدرجه ليه كده؟ يعني الصراحه لسه ما جربتش لما بيكسبوا اليوتيوب قد ايه، بس هيجي اليوم وعشان حلقه اجمل فسوف انتظر، اي بالله سوف انتظر، بس اما نشوف بقى هنشيل لها عن قدرات اللعبه. المهم انت حرفيا مش داري انت بتعمل ايه، او انت مثلا مش مصدق ان انت خلفت، او انت مش عارف، ده اللي هو بيستفز البنت خلاها تعيط، اللي هو انت شبه مين انت مش عارف، لغايه لما بتطلع تحس البنت مش طايقاهم يا جدع، البنت مش طايقاهم، البنت بتعيط اكتر ما بتصحى. لا يعني اول فرستريشن مش اسمها ايه لزد، اول فرستريشن لزد ده احنا شوف انا عايش بقالي كام سنه ما عملتش فرستريشن، فوتو سيشن خلاص انا قلتها صح، التلات مرات انا قلتها غلط فيهم قلت هنا صح. البنت اللي بقالها كام يوم عامله فوتو سيشن، يا سبحان الله يا جدع، انت عايز ايه بقى؟ انت عايز ايه؟ انا استفدت انا ايه من الفيديو؟ انا اخش اتفرج على الفيديو ربع ساعه ولا 20 دقيقه ان كل اللي فيه بتعمل فوتو سيشن، وكل كلمه اللي بقالها كام يوم دي عامله فوتو سيشن، وانا بقالي 60 سنه في الحياه ما عملتش فوتو سيشن، انا استفاد انا ايه يعني؟ اعمل لك انا ايه؟ اعمل حاجه ما يا جدعان يعني انت لو اول مره تتفرج على انزل سبسكرايب عشان لسه مستني، واعمل لايك للفيديو وشير يا عم، انا عايز الفيديو ده كده اهو. الله